اجتماع فيينا القادم مرهون بشروط إيران المسبقة، لا حوار مع أمريكا ولا مفاوضات إلا برفع العقوبات. وأي مقترح أمريكي برفع العقوبات وفق مبدأ خطوة بخطوة مرفوض. وتغريدة لوزير الخارجية الإيراني نرى فيها موقف طهران الواضح الذي جعل نجاح اجتماع فيينا صعبا لكن ليس مستحيل. روبرت مالي المبعوث الأمريكي لإيران انتقد تغريدة وزير الخارجية الإيراني، أتى ذلك في مقابلة مع شبكة بي بي أس الأمريكية، مشيرا بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل شهر حزيران يونيو. لا أريد الانخراط بدبلوماسية تويتر، يجب على الطرفين أن يكونا واقعيين حول ما يجب اتخاذه. إذا انخرطنا بتلك المحادثات بعقلية بناءة وواقعية سنصل إلى حل، لكن إذا تمسك كل طرف بموقفهم المشدد قائلين بأننا لن نتقدم إنشا واحدا قبل أن يتقدم الطرف الثاني، حينها من الصعوبة أن نرى نجاحا لهذا المسار. لكن إذا ذهبنا إلى فيينا بسلوك بناء والعمل إلى حل وسط، كما قلت إنها خطوة أولى، لم ننخرط مع إيران بمحادثات منذ زمن طويل حتى ولو بطريقة غير مباشرة، ونأمل أن نصل إلى تفاهم ونخطو سوية تلك الخطوة البناءة ونعود سوية إلى الالتزام بالاتفاق النووي. أكيد من الممكن، لكن الفرصة تتضاءل بمرور الأيام. البيت الأبيض عبر عن استعداد واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي، وأكد أن مباحثات فيينا تمثل خطوة بناءة. نرحب بتلك المحادثات البناءة حتى لو كان الطريق الدبلوماسي أمامنا طويل. نحن لدينا تصور واضح حول الكثير من العقبات العالقة. تركيبة جديدة قد لا تزيد المعادلة إلا تعقيداً. فإيران ترفض الجلوس للتفاوض مع أمريكا التي بدورها ترفض رفع العقوبات عن إيران. فمن الخاسر على حساب اجتماع فيينا القادم؟ سلام الموزاني، اليوم واشنطن.